يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، احييكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مواهبنا في مدارسنا. طبعا هذا البرنامج فيه استراتيجية جميلة جدا. اليوم ضيفنا ضيف متميز، الكابتن المتميز وليد عايش، نائب رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي. بنروح وياكم اعزائي المشاهدين نشوف هذا تقرير عن هذه اللعبة الجميلة، وراح نرجع ونسولف مع اللي مشرفنا ومنورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم مبارك طال النملال العازمي، المدرسة عقبة بن عامر، المحافظة الفروانية، وهذا اسمي ومحافظتي. وهذا ومتى بدأت تمرين بدوري المدارس؟ قبل حوالي شهر تقريبا أو أقل من شهر. ومن شجعني ربعي اللي أساميهم كالتالي: طلال صعفق ومحمد عادل الصنوين، واشكرهم كلهم ويعطيكم العافية. السلام عليكم، معكم نادر نايف ناصر الحلفي، اللي شجعوني على اللعب اهلي كلهم، وطموحي اني اصير حارس يعني ممتاز واكون مشهور في الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، معلم محمد الحسيني، مدرسة حمود الصباح، مساعد مدرب فريق محافظة الجهراء. يتكون عدد الفريق من 22 لاعب من جميع مدارس محافظة الجهراء. يتكون طاقم الفني للفريق من 3 معلمين: مدرب ومساعد مدرب ومشرف فريق. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد ما شفنا هذه الرياضة الجميلة. معانا الكابتن وليد عايش، مساك الله بالخير وحيا الله من يانا ونور مكاننا. مساكم الله بالنور. في البداية أحب أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وهذه التغطية الجميلة للاطلاع على الاستراتيجية الخاصة في الاتحاد الرياضي، وإحنا سعداء جدا لاهتمام الإعلام في هذا الجانب، وخاصة أنه شريحة كبيرة من تمثل شريحة كبيرة من المجتمع هو أبنائنا الطلبة، وأنا سعيد جدا في أن أكون ضيف معاكم. حياكم. هذه الساعة المباركة كابتن، يعني إحنا نستمتع لما كنا نشوفك وأنت تلعب كرة يد، أسأل الله يحفظك، ما شاء الله يعني بطل من الأبطال، وإحنا يعني ما نقدر نتكلم أكثر وأكثر عن موضوع كرة اليد، ولكن بنتكلم عن هذه الاستراتيجية الجميلة في هذا البرنامج المتميز. في البداية بنتكلم عن الاستراتيجية ووضعها في الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي. طبعا بخصوص الاستراتيجية التي وضعت من قبل الاتحاد المدرسي، وضعت من قبل أهل الميدان ومن عدة شرائح الخاصة في الميدان، سواء من موجهين أوائل أو موجهين فنيين أو رؤساء أقسام أو معلمين، كذلك في الجانب النسائي نفس الشيء، الموجهة أولى وموجهة فنية ورئيسة قسم ومعلمة. الجميع شارك في وضع الاستراتيجية لخدمة الرياضة الكويتية في المقام الأول، وكذلك أيضا رعاية أبنائنا الطلبة من الناحية الرياضية ورعاية هذه المواهب الموجودة في الميدان التربوي. الكل عارف أن الرياضة في السابق كانت ولادة في المواهب، وإلى الآن هي ولادة المواهب، ولكن قد تختلف الاستراتيجية الخاصة في التعليم. هي كانت في السابق هي عبارة عن اكتشاف لهذه المواهب من ثم تبنيها للأندية. الآن أصبحت الاستراتيجية تختلف اختلاف كلي عن الرؤية السابقة، أصبحت الآن ليست فقط هي اكتشاف المواهب، ولكن اكتشاف المواهب وتنمية هذه المواهب وصقل هذه المواهب ومن ثم تهيئتها إلى الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية. كذلك أيضا وضعنا في عين الاعتبار اللي هي القيم التربوية والاجتماعية بالنسبة لأبناء الطلبة من خلال هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية شملت جميع تقريبا العناصر الخاصة في النمو المجتمعي بالنسبة لي، سواء الرياضة أو النمو المجتمعي، سواء من الصحة
أو من الرياضة. فلذلك راعت هذه الاستراتيجية جميع النواحي. حاولنا كثر ما نقدر أن تكون جميع الطبقات أو الشرائح مشاركة في هذه الاستراتيجية، ولن تغفل هذه الاستراتيجية أيضا أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن ستبدأ تباعا، بدأنا في بعض الألعاب، من ثم ستكون هناك أيضا المشاركات الخاصة بشكل أوسع بالنسبة لأبنائنا الطلبة في جميع شرائح وزارة التربية بإذن الله. ما شاء الله. يعني كابتن، ودنا نتكلم عن الألعاب اللي راح يتم عليها التركيز في السنة الأولى من هذه الاستراتيجية. طبعا مثل ما تفضلت قلت في السنة الأولى، احنا جزأناها الخمس استراتيجية ممتدة لخمس سنوات، واستراتيجية مرنة قابلة للتعديل وقابلة للإضافة. حرصنا كل الحرص على أن نكون صادقين مع أنفسنا، لا نبدأ بشكل عشوائي بحيث أن نقدر أن نقيس ما تم البدء فيه. صحيح، خطوة. فلذلك نعم، فلذلك بدأنا في الألعاب لعبتين جماعيتين والألعاب الفردية. بدأنا في لعبة كرة اليد بنين وبنات، وفي كرة القدم العشبي بالنسبة للبنين، والصلاة بالنسبة للبنات، كذلك في السباحة بنين وبنات، ولعبة البولينج بنين وبنات، واللعبة القتالية اللي هي الكاراتيه إن شاء الله راح تكون أيضا معانا في هذه الاستراتيجية. بعد ذلك سوف تكون هناك محطات توقف لقياس ما تم العمل فيه خلال الفترات السابقة. بدأنا في هذا الألعاب كون أن لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم وليس في المجتمع الكويتي، وكذلك أيضا لعبة كرة اليد تعتبر من الألعاب الشعبية الرئيسية في المجتمع الكويتي. بدأنا في بنين وبنات، وكانت الانطلاقة جدا يعني ما نطمح إليه يعني في البداية، ولكن لابد أن تكون فيها ملاحظات، لابد أن تكون هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى وقفة من ثم تعديل هذه الملاحظات. ولكن كبداية كانت البداية وايد ممتازة، كانطلاقة كانت انطلاقة يعني متميزة بالنسبة لنا احنا، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وافضل، خاصة في الالعاب اللي بدأنا فيها سواء في القدم او اليد او في الالعاب الفردية اللي البولينج والسباحة. نعم، مدى الاقبال على هذه البطولات وهذه المشاركات؟ يعني احنا كنا متخوفين من سالفة الجائحة. نعم، وتأثير مدى تأثيرها على الناحية المشاركات بالنسبة للرياضة، وأيضا انضمام الطلبة، وتخوف أولياء الأمور من هذا الوباء الموجود. نعم، وعسى الله أن يكفينا شره إن شاء الله ويبعده إن شاء الله عنه ويرفع عن البلاء عن هذه الأمة يا كلها رب. يا رب إن شاء الله. الملاحظ أن الإقبال يعني كبير جدا وغير متوقع، يعني في من أهم الألعاب ومن أخطرها هي السباحة. نعم، التوجه يعني إذا كان الحوض يستوعب 50 طالب، الآن التسجيل فاق 150 طالب. ما شاء الله. فالعب صار على منو؟ على المدربين والمشرفين القائمين على أكيد تدريب هالطلبة. فاعتمدوا على توزيع الأوقات. نعم، صار المجهود عليهم مضاعف. أكيد، بحيث أن يكون بدل ما يشتغلون ساعتين الآن يشتغلون 4 ساعات إلى 5 ساعات مقسمة على أبناء الطلبة، بحيث أن ما نبخس حق أي طالب ينضم إلى هذه الأكاديمية الخاصة في السباحة. الإقبال وايد ممتاز، كذلك في لعبة البولينج، كذلك في لعبة كرة القدم هناك يعني إقبال جدا ممتاز، كذلك في لعبة كرة اليد. الآن الميدان تدري أنت في الحال في الوقت الحالي وزارة التربية عمدت إلى الاهتمام في المواد الأساسية في التدريس طبعا، والمواد العملية استبعدوها من الميدان في التدريس، ولكن رغم ذلك ان الاقبال من قبل اولياء الامور وابنائنا الطلبه بعد ما تم اشهار عن هذه الاستراتيجيه وتوزيع البروشورات الخاصه في الانضمام والانخراط تحت مظله الاتحاد المدرسي والمشاركه في هذه الانشطه، في هناك لوجو، في هناك ايضا مواقع خاصه في الاتحاد المدرسي، كنا نتوقع مثلا القبول 20 فاقت المئات، الان الاعداد فاقت المئات، فهذا مفخره لنا احنا كانطلاقه، وكان في تخوف على حسب الظروف الموجودين فيها، إلا أن الأرقام يعني فاقت التوقعات، وهذا يعني شيء يحسب بالاتحاد المدرسي وكذلك اللجنة العاملة الفنية أو الإدارية بالنسبة للعاملين مع الاتحاد المدرسي. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. يعني إحنا الأمانة فريق الإعداد مجهز لنا يمكن أكثر من 4-5 أسئلة زيادة. أسأل الله حفظك، ولكن السوالف معاك حلوة. الله يبارك. والأمانة معلومات جميلة، أتمنى كل من يشاهدنا من خلال هذه الشاشة والراقية الجميلة الرياضية إنه يكون عرف بعض المعلومات عن
هذه الاستراتيجية وعن هذه الألعاب الجميلة. مشكور وايد كابتن، الله يعطيك الصحة والعافية. وبما أنك عرباوي نقول لك يعني بالتوفيق إن شاء الله، عسى الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله في هذه الاستراتيجية، وإن شاء الله راح الأهالي يستمتعون في البطولات اللي راح يقدمونها عيالهم، سواء أنه في البولينج ولا في كرة القدم ولا في الألعاب كلها اللي في الاستراتيجية هذه الجميلة. بإذن الله. أنا شاكر لكم كذلك، بس إضافة بس بسيطة بالنسبة اللي ذكرت أولياء الأمور، إحنا قلنا مجتمعية. نعم. مشاركة مجتمعية بالفعل، هناك مشاركة مجتمعية قبل أولياء الأمور بحضورهم ومشاركتهم مع أبنائهم الطلبة من خلال متابعتهم للمسابقات أو للتدريب، في سواء في السباحة أو في البولينج أو في المباريات المقامة في المرحلة المتوسطة. ويمكن في خلال زيارتكم للمواقع الخاصة في هذه الألعاب راح تشوفون حضور الأولياء الأمور، وهذا ما يثلج صدورنا هو مشاركة المجتمعية بالنسبة لأبنائنا الطلبة. وكل الشكر لكم وعلى تغطيتكم لهذه الاستراتيجية وتوعية أبنائنا الطلبة وكذلك أولياء الأمور حول أهمية الرياضة المدرسية وأهمية الرياضة بشكل عام، وأنه في الرياضة الكويتية إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله، دائما أنتم موجودين أكيد بتنهض الرياضة إن شاء الله. الله يبارك فيك، عسى الله يحفظك إن شاء الله. إحنا بنروح وياكم أعزائي المشاهدين نشوف تغيير عن هالألعاب الجميلة، وراح نرجع نسولف ولكن مع ضيفنا الثاني اللي راح ينورنا في هذا البرنامج. كابتن محمد الجعفر مدرب فريق حول، نقول لك ألف مبروك اليوم الفوز 3-0، كانت نتيجة كبيرة، بس شفنا اليوم ما شاء الله مداورة اللاعبين بشكل كبير. الحمد لله الشباب مشوا على التعليمات اللي وصيناهم عليه، والحمد لله الحمد لله جبنا النتيجة. كابتن لما نتكلم اليوم ما شاء الله عن تمركز اللاعبين وتحضيرهم خاصة بالأماكن وزرع الفنيات أو الجمل التكتيكية في هذا العمر صعب جدا. صح، الحمد لله يعني احنا من بداية تأسيس طلعنا الطلبة وصفيناهم، شفنا الطلبة الزينين والحمد لله خذينا على قولتهم الصفوة والحمد لله طلعنا بنتيجة. اليوم 3-0 بعد هذا الفوز اكيد نشوة الفوز عند اللاعبين، المدرب يحافظ على هذا الرتم ويحافظ على هذا النتيجة واستقرار المستوى خاصة في المواجهة الجاية. اكيد ان شاء الله، ان شاء الله الجاي ان شاء الله احسن بإذن الله، إن شاء الله ناخذ الأول منطقة حولي التعليمية. عيسى عقيل بصخر أحد اللاعبين المشاركين في دوري مدارس، عيسى كلمني عن مباراة اليوم شلون كانت؟ كانت جيدة جدا وكان كل شيء تمام، واللاعبين مباراة الجهرة كانوا كلهم زينين، والمباراة يعني كانت جميلة جدا، والنتيجة كانت 3-0 لنا والحمد لله. الوليد عبد الله الجعفر أحد المشاركين في مباراة اليوم التي أقيمت ما بين محافظة الأحمدي ومحافظة حولي، لما نتكلم عن مباراة اليوم فزتوا فيها 3-0، كانت صعبة سهلة المباراة؟ والله المباراة سهلة، والخصم كان حيل سهل وهارد لك الخصم. فهد الدابي أحد المشاركين في مباراة حولي والأحمدي، فهد كلمنا عن مباراة اليوم شلون كانت؟ والله كانت حلوة ونظيفة، طبعا فزنا بثلاثة أهداف الحمد لله، توفقنا وكانت مباراة وأداء جميل، يعني الأغلاط اللي كنا نسويها الحين حسناها الحمد لله. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد ما شفنا هذه الرياضة الجميلة، وما زلنا في هذه الحلقة تتكلم عن هذه الاستراتيجية الجميلة. ضيفنا الثاني في هذا البرنامج الأمين العام للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي للتعليم العالي الدكتور أحمد حمدان، مساك الله بالخير والله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك ويطولنا عمرك وحياك الله. الله يحييك. في البداية بنتكلم عن الاستراتيجية هذه وأهميتها. اي نعم، شوف طبعا كل عمل له استراتيجية. نعم. أكيد يعني اليوم في الاتحاد الرياضي المدرسي. نعم. وضعنا استراتيجية خاصة مرتبطة في الاستراتيجية العامة للهيئة العامة للرياضة. جميل.
طبعا هدفها العام اللي هو تطوير الرياضة المدرسية وعودة النشاط الرياضي المدرسي، خصوصا بعد سنوات يعني خصوصا في بعض الألعاب كنا نشوف ان في ضعف بالنشاط المدرسي لأسباب عديدة. صحيح. اليوم خطتنا او الاستراتيجية وضعت على تطويرها من البداية ومدتها 5 سنوات. فالهدف العام كله هو في نوعية الأنشطة اللي مختارة في الاستراتيجية. الاستراتيجية مدتها 5 سنوات متدرجة ومرنة وقابلة للتغيير، يعني احنا نحطها ونقيسها بعد كل سنة لازم نقيم العمل فيها. نعم. الحلو انه كان في اهداف للسنة الاولى وبعدها عندكم اهداف حق ال5 سنوات الباقية، عدل؟ اي نعم، هذا وضع الاستراتيجية عادة، دائما تكون الخطط فيها خطط قصيرة وخطط طويلة خصوصا اذا كانت مدتها 5 سنوات. الهدف في البداية جينا بعد، تدري انت بعد فترة توقف كورونا مدة 2.5 سنين. صحيح. جميع الأنشطة سواء في المدرسة أو في خارج المدرسة في الأندية كانت واقفة بحكم الوضع العام يعني. فينا في البداية قلنا ما نبي نبتدي بشكل أكبر يعني في مجموعة كبيرة من الألعاب، ابتدينا نختار ألعاب معينة سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية. اخترنا من الألعاب الجماعية لعبة كرة اليد وكرة القدم، والألعاب الفردية السباحة وألعاب القوى والبولينج. فبعد السنة الثانية طبعا راح تطور الألعاب، راح تزيد، راح نزيد الألعاب الجماعية مثلا لعبة كرة الطائرة، راح تديش كرة السلة، هذه مرتبطة ترى في البنين والبنات مو بس مقتصرة على البنين. وأيضا بالألعاب الفردية راح نزيد الألعاب، لين نوصل للسنوات الخمس راح تشوف كل الألعاب يعني اعتقد انها راح تكون موجوده في ممارسة يعني باذن الله ان شاء الله. يعني الدوري المتوسط، اي نعم، ايش معنى حددته دوري متوسط كرة القدم يكون بين المحافظات، وايش معنى يعني جيل المتوسط او المدارس المتوسط؟ شوف احنا يمكن في خطتنا وضعنا برامج حتى بدايتها من رياض الاطفال للمرحلة الابتدائية. حلو. وخصوصا في القاعدة اللي راح ننطلق منها هي رياض الاطفال. وحطينا طبيعة انشطة يعني لها طابع خاصة في نوعية الطلبة أو الطالبات في رياض الأطفال. مرحلة ابتدائية أيضا حطينا برامج اللي هم الأكاديميات، مثل ما قلت كان عندنا لعبات كرة القدم وكرة اليد، حطينا الأكاديميات. وأيضا في نوعية الأنشطة اللي راح تمارس إن شاء الله في الفصل الثاني في المدارس. اختيارنا حق الدوري المرحلة المتوسطة، احنا اليوم مو بس المتوسطة إن شاء الله، حتى في دوري حق الثانوي وبطولات حق الثانوي، لكن بداية بدينا في المرحلة المتوسطة لأن احنا عارفين أو التارجت مالنا في برنامجين، يعني في ألعاب راح تمارس عن طريق الأكاديميات، وفي ألعاب عن طريق الدوري أو اللي فيها استدامة ومستمرة مثل دوري المرحلة المتوسطة بين المحافظات. ودوري المحافظات. أي دوري المحافظات. دوري المحافظات هذا راح يكون يعني بين جميع المحافظات. يمكن ابتدوا اليوم 17 كانت أول لعبة، واليوم كانت فيه لعبة ثانية بداية بالمرحلة الثانية، وأيضا راح تصادفها توقف عشان الاختبارات، لكن بعد الاختبارات إن شاء الله راح تستمر لغاية شهر 3 اللي هو نظام الدوري اللي راح يكون بين المحافظات. طبعا احنا الهدف من هذا الدوري إعطاء الفرصة الكبيرة حق اللاعبين في المشاركة، وخصوصا حطينا في الشروط المعينة أنه لاعبين الأندية ما يشاركون في اللي مثلا منتسبين حق النادي ما يشارك، ممكن عنده فرصة أن يشارك مع نادية. صح. لكن اليوم احنا نبي الأمر يكون في فرصة أكبر حق اللاعب اللي مثلا ما أخذ فرصة مع النادي. صح. ممكن يعيد اكتشافه من خلال الدوري. صح. للأمانة كان في تعاون كبير من الإخوان في التواجيه الفنية البنين، وأيضا تعاون كبير من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بخصوص توفير لطقم التحكيم الموجودة تطبيق القانون فيها بشكل جيد. احنا نتمنى ان هذا الامر يتطور، وايضا مستقبلا راح يكون في ايضا دوري للمرحلة الثانوية مو بس كرة القدم، حتى في الالعاب الثانية من ضمن البرامج اللي حاطينها ان شاء الله اللي نتأمل ان احنا نطبقها بالفترة القادمة. في تنسيق ما بين البطولات والدورات التدريبية والمشاركات التدريبية؟ البطولات. شوف البطولات برنامجها غير عندنا. البطولات احنا يعني حطينا برامجنا. حلو.
وحط جدولناها في برنامج زمني محدد. احنا وايد مرتبطين في وزارة التربية مع قرار رقم واحد اللي هو قرار الاختبارات والإجازات. طبعا دائما نحط برامجنا تبعد عن موضوع الاختبارات، لان تدري ان اليوم مصلحة الولد عندنا مهمة ايضا في مجال التحصيل العلمي. ففي موضوع الدورات احنا ماشيين في خط متناسق ما بين، انت سالتني عن المدربين، ايضا الدورات الخاصه للمدربين اللي احنا اخترناهم في عنايه، ايضا من واجبنا ان احنا نقوم او وضع برامج تدريبيه او دورات تدريبيه عشان نطورهم كمدربين في المعلومات اللي المستحدثه الاخيره في هذا. فاليوم هذا في جانبين، يمكن انت تسالني اليوم احنا كان عندنا في التعاون مع الهيئه العامه للرياضه وتوجيهات من الدكتور حمود فليطح ان جميع الامكانيات مسخره على اقامه الدورات سواء محاضرين من داخل الكويت او من خارج الكويت. وايضا في تعاون كبير ما بيننا وبين الاتحادات المعنيه والالعاب الجماعيه والفرديه في وضع البرامج او برنامج الدورات اللي احنا نحتاجها. ايضا حطينا في برامج دورات الخاصه في وزاره التربيه اللي هي مركز التدريب والتطوير. حلو. وهذا يعني البرامج مكثفه، لان احنا عندنا ايمان ان اليوم اذا بطور اكيد راح اطور الخامه من خلال المدرب الجيد. جميل. يعني هل يحق للاعب يلعب اكثر من لعبه؟ شوف، هو شيء زين ان اللاعب تعطيه مساحه وفرصه انه ممكن اليوم يمارس أكثر من لعبة، لأنه يمكن يكتشف نفسه في لعبة لكن يكون في اللعبة هذه جيد، لكن راح يكون مميز وممتاز في ألعاب ثانية. فإحنا اليوم في من خلال البرنامج اللي حطيناه أو الإخوان في اللجنة الفنية إنه اليوم راح يصير فيه فلترة للاعب. جميل. يعني دش مثلا، أعطيك مثل بسيط، ممكن راح يدش في لعبة كرة السلة. متخصصين في لعبة كرة السلة راح يكون موجودين، لكن أيضا فيما يخص ألعاب القوى، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة اليد موجودين. ممكن هو يكون مميز أو المواصفات اللي يحتاجها المدرب يكون فيها اللاعب يكون فيها مميز. هني راح نواجهه بالطريق الصح إنه يمارس اللعبة الصحيحة. صح. إحنا قبل نذكر إحنا في ألعاب بالقانون يحق لك تلعب لعبة جماعية ولعبة فردية. بالضبط. اليوم المجال مفتوح في وزارة التربية. حلو. وخصوصاً في الصغار، يعني إحنا نتكلم عن النشء أو القاعدة، لازم هو يختار وإحنا عن طريق البرامج اللي واضعينها نختاره في عناية. انه يكون مميز في اللعبه اللي اختارها. صحيح. يعني يمكن الشيء في الشيء يذكر الامانه، الكابتن الكبير عبد الرحمن الدوله كان يلعب سله ولاعب متميز، ويلعب غدم لاعب متميز. مساعد الرندي بعد، مساعد الرندي عندك لعب طائره وسله ويد، تميز في كره اليد يعني. فحلو ان اللاعب ياخذ فرصته. فرصه بالعكس، احنا اليوم حتى الاخوان في اللجنه الفنيه توجيهاتهم حق المدربين ان اليوم عطى اللاعب الفرصه والمساحه الكافيه انه يبرز موهبته. اليوم لا تقيده، عطى الفرصه والوقت الكافي. اليوم انت طبيعه اللاعب فيه فروقات سنيه، وايضا في عمليه النمو تختلف من لاعب للاعب. صحيح. في بعض الناس ممكن تحكم على اللاعب من خلال او موهبه من اول ما تشوفه تقول هذا لاعب مميز، لكن في لاعبين ايضا يحتاج وقت عشان يبرز، وانت هني دورك شلون تطوره وتعلمه وتطور مستواه. بالضبط. انا ابي بشكل سريع، شلون ولي الامر يجيب اللاعب او ولده او بنته، بما انه في بنات وشباب، حق الاستراتيجيه ويشارككم ويشارك فرق عملكم المدرسيه؟ شوف، احنا يعني ما الحمد لله بفضل رب العالمين صار لنا الحين تقريبا شهر قاعد في الامور الاعلاميه، وانت اعلامي تدري اليوم اذا ما في اعلام توصله بطريقه صح حق ولي الامر. صحيح. ممكن ما راح تقنعه. نعم. فاليوم احنا قاعد نوفر ونسخر كل الامكانيات. نعم. عشان نحط ولي الامر في خط انه ممكن ان ولده يشغل فراغه في لعبه معينه وتخدمه وتخدم الولد وايضا تخدم البلد. جميل. فاحنا في من خلال دعواتنا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. من خلال البروشورات اللي توزعت، من خلال يعني الجروبات اللي موجوده، وايضا من خلال الكتب الرسميه اللي في التوجيه، وصلنا الامر وحددنا المراكز وطريقه الاختيار. التجاوب كان كبير صراحه. أكيد. من قبل لا نبتدي في المشروع او بدايه المشروع كان كبير من اولياء الامور في عمليه التسجيل وعندهم الرغبه. ايضا السؤال
المستمر او المتكرر لنا في متى راح تبدون؟ احنا قاعد عادين العده، وايضا ان شاء الله في الاسبوع القادم راح نبتدي في اكاديميات كره القدم. يمكن عندنا تدشين للمشروع راح يكون يوم 23 23/12 استاذ جابر بوجود معالي وزير الاعلام. نعم. وايضا وجود الدكتور حمود فليطح والاخوان الوكلاء في وزاره التربيه. نعم. وايضا وجود اولياء الامور وايضا اصحاب الاختصاص اللي يقصد فيهم اعضاء الاتحادات المعنيه للالعاب الفرديه والجماعيه. فهذه احنا نتمنى ان نوصل رسالتنا بشكل جيد، والدعوه لهم عشان يعني نحثهم على ان يبون عيالهم في المشاركه في هذه الانشطه، لان هي راح تخدمهم وايضا تخدم البلد مستقبلا. احنا كلنا في خدمه البلد. امين. عسى الله يحفظكم ان شاء الله. آمين. ويوفقكم ويسعدكم يا رب، وان شاء الله تلقون واللي تتمنونه يصير يا رب. الله يسلمك. مشكور وايد. الله يسلمك. الله يعطيك الصحه والعافيه دكتور. الله يعافيك. حياك الله. وان شاء الله نلتقي في برامج ثانيه ونستمتع معك في الحديث. عسى الله يحفظك. حياك الله حبيبي. مشكور. احنا بنروح وياكم اعزائي المشاهدين بنشوف تغيير عن هذه الالعاب الجميله، وراح نرجع نختم حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور حمود العنزي من محافظة مبارك كبير، ممثل طبعا مشرف فريق مبارك الكبير. مشكلة المباراة وقتها يعني شوي صعب، لأن أكثر الطلبة يكونون في الفترة هذه يكونون مداومين وعندهم اختبارات يعني مباشرة، يعني ما قاعد يردون البيت، خاصة من بعد الدوام قاعد ناخذهم من بعد الدوام مباشرة للملعب، فيكون عندهم شوي يعني إرهاق أو تعب خلال الفترة الصباحية لأنهم مداومين في المدرسة. والله استعداداتنا كانت جيدة الحمد لله، المدربين ما قصروا يعني صراحة، خاصة الفترة اللي طافت كان في تدريب على ملاعب الهيئة والساحات يعني تقريبا من 3 أيام إلى 4 أيام، وبعدين بلشنا المباراة الأولى الحمد لله أخذنا المباراة 1-0 الحمد لله. اليوم هم بعد حققنا النجاح وفزنا 5-1. هذول اللاعبين يعني مو يعني ما لهم على قولتهم يعني حظ في الأندية، فإحنا نحاول أن نطلع الموهبة خاصة في دوري المحافظات في الفترة هذه. السلام عليكم، معاكم نامي عيد الضليعي لاعب مدرسة جعفر من محافظة مبارك الكبير. استعدينا بحجز ملاعب ساتذتنا ويدربونا بشكل مناسب قبل المباراة ب3 أيام بالأسبوع. الحمد لله وفقنا الله، بس إن هالمباراة أحسن تناغمنا مع بعض أكثر، تعرفنا على بعض أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم حسن عثمان الكندري حارس محافظة مبارك الكبير. استعدينا مع المدربين، دربونا 4 أيام في الهيئات. خلي الوقت للرياضة والوقت للدراسة، وعطي وقت كافي لكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اللاعب طلال عبد العزيز زيد العتيبي محافظة مبارة الكبير مدرسة جعفر بن أبي طالب، ولعب تحت المهاجم ونص متقدم. والله استعدينا مباراة، مدربين حجزوا لنا ملعب الهيئة وتمرنا ثلاثة أيام أو أربعة أيام والحمد لله. والله أدرس بعدين أروح التمرين أرجع أدرس، يعني أقسم الدروس. كل الشكر لكل من يعمل في هذه الاستراتيجية الجميلة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. شوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، فما الله.